الندلب يزرع فني يحصد شر الندالي والعز بيرجع للي عنده حكم وأصالي واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله 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 الصبر بيتحلو بس العوايني رح ينهانوا ينزلوا والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله 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 السلام عليكم. وين كنت لهلا وضراع؟ يعني حلوه بهذا قدام عمك ال 11 صار لي ساعه بعتك تجيب فحم، شو ماشي على بيض؟ والله يا عقيد تاخير غصبا عني الله وكيله. خير ان شاء الله خير، سوي لك كاسه شاي. تأمر عقيد. عقيد شو اخباره ابو غالي؟ ما شفناه من يوم اللي كنا سهرانين بيت المرحومه عمتك. اي والله وقت تاخر بنروح على بيته. لك قولتك ما طلع من الحارة وصير معه شي هنيك؟ شلون يعني؟ أنا عم أقول زعيم في إخبارية واصلة للدرك والفرنساوي في شي براسه أخي في شي براسه لحتى بده يفوت على بيوتنا واحد واحد من الحارات والحجة دائما جاهزة يا بشير دائما جاهزة أخي يا مطليب يا فرارية يا هرباني يا أبو عصام الشغلة لا شغلة مطليب ولا شغلة فرارية بس الفرنساوية مو عاجبتهم هي قصة تسكير بواب الحارات بالليالي فطلعوا هالفرمان منشان ابدا ما اجى على بالهم يفوتوا يفتشوا البيوت والدكاكين والخانات يفتشوها هيك يعني حركشه وهزبده شو زعيم شايفك اليوم كانك مالك على بعضها يا جماعه يا جماعه خبريه ابو جوده اليوم هزت كياني انا يلي بعرفه انه باب الحاره ما بيتسكر الا بعد اذان العشاء وما بينفتح الا بعد اذان الصبح طول بالك زعيم طول بالك إذا كان هالفرمان مشي على كل حارات الشام على حارتنا هون ما رح يمشي يعني شو بيطلع بيدنا نساوي؟ موقف مش الحكومة؟ انتو بتعرفوني أنا بحكي كلمتي لو على قطع راسي هاي الحكومة ما هي حكومتنا بس هدول يا جماعة مسلحين مدافع وبواريد يمكن عندهم جيش مثل الأخطبوط موجود بكل بلاد الأرض خير مسلم شو في معلم وانا عم سكر القهوه مرقت لعندي امزك الدايه ايه؟ وقال عاوزتك ضروري ويا ريت تمر لعندها هلا 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 هيك قالت ايوه مين انا ابو حاتم اختي امزكي افتحي اهلين اخي ابو حاتم خير اختي امزكي قال بدك ياني شو في بدك قبل كل شيء تندر لي ندر ليش اندر ليك؟ شو بديك اندر ليك؟ يو بدك تندر لي إذا إجاك صبي تكرم عينك إن شاء الله إذا الله أكرمني بصبي ندري نعليه لعطيكي نيرة ذهب إنجليز شوف أبو حاتم أنت ندرت ها مو بكرة ترجع بقولك لا بإذن الله ما برجع بقولي بس ما قلتي لي ليش عم تحكي هالحكي يعني باين شي على أم حاتم إيه باين بإذن الله شو باين احكي لي باين إنه محام أم حاتم وحام صبياني صبياني؟ يعني ام حاتم حبل بصبي اذا الله راد وما بيعلم بالغيب غير الله لكن فوق النار الذهبي اللي ندرت لك اياها باذن الله ندرن عليه والندر دين لادبح عشان خواريف ووزعوا للفقراء والمساكين
ولوزك حلو وملبس 7 ايام من تمك لباب السما. الهي طعمك حاتم يا ابو حاتم، بجاه النبي العربي يا حا. لما بالحرم سكر شلون بدنا نفوت؟ مشكلة، دق على الباب خلي الحارس يفتح لنا. وبركة ما رضي يفتح. ليش اخي ما يفتح؟ انا عندي بيت فيها وانت عندك بيت. ها لقب ماجد. يا ماجد مين؟ مين اللي عمين ده؟ لك افتح انا لدعشري، افتح لشوف. لك عمي ليش راجع متاخر على الحاره؟ ما بتعرف انه بنسكر الباب نحن بعد صلاه العشاء؟ هك لك شو عم تحاسبني؟ لك انا برجع على بيتي ايمتى ما بدي على مرائي. افتح احسن ما اكسر الباب. الله ما بدك بلدني. روق طول بالك 5 دقايق وراجع لها. ايه بده يرجع بعد 5 دقايق. ايه شو نسوي؟ تعال نقعد بالفيات تحت المشمشي. اي والله جبتها. دعما هذا مبين عليه شقوي ومشراني. احسن شي يروح خبر ابو شهاب. لك انا شو دخلني بهالشغله؟ بتعرف هلا بس ابو ماجد فتح لنا الباب راح يشم ريحتنا وراح يفضحنا بالحاره وتصل للزعيم. لا يا بضايلة بعرفك ما بتخاف من حدا. بعدين ما حدا له معنا شيء، واللي خلاك اللي بيحكي معي كلمه ما بتعجبني. لا شو طلعنا كون الصين ولا كلام النار. انا والله والنعم منك، بس انت هذا الزعيم ما بتعرفه. وش هذا ما بيخاف من حدا؟ بنوب بنوب، يا علي ما علي زحبنا براسه ليدفرنا من الحاره بليله ما فيها ضوء. لك رح يفتح الباب لما لا. لك بده يفتحه مثل الذين آمنوا. لك هذا الزعيم أبو صالح أنت ما بتعرفه منيح. بعد العشاء ما بيفتح الباب لحدا حتى لو كان ابنه بذات نفسه براك الحرم. لك هالمرة غصب عنه بده يفتحه، غصب عنه. سامع لك صوت من قفل الباب. قوم. عشري أبو النهار، ليش عم تدقوا على باب الحارة بنصاص الليالي؟ شو نسيان إنه لي بيت بالحارة؟ وأخي 11 كمان في له بيت؟ مو أبو شهاب اللي بينسى إنه لكم بيوت عنا بالحارة أنت وأخوك 11. بس الدنيا بعد نص ليل وأهل الحارة كلها نايمة، وما في ابن مرة بيسترجي يدق على باب الحارة بعد العشاء. المرة رح نمرقها ورح تفوتوا، بس المرة الثانية لا. يروق عقيد روي، أنا جاي قبل الزعيم أبو صالح. الزعيم؟ وهلا بهالوقت؟ إيه هلا حابب قابله. شو بدك منه؟ أنا بخبره. بدي أبو غالب. سكرانين كمان؟ ريحتهم فايحة بكل الحارة. وأنت شو قلت لهم كان أبو غالب؟ قلت لهم هلا الزعيم ما له فاضي يشوف حدا لعلى بكرة الصبح. ابو النار تنح وقال انه ابو غالب ابن حارته، وهو متاكد انه ما طلع من عنا من الحاره وعم يطالب فيه. وال11 كمان عم يطالب فيه؟ لا ال11 ما فتح تمه ولا كلمه، واقف مثل افه الهم عم يتسمع هالحكي. وين راحوا؟ على بيت المرحومه ام رضوان. لكن سيدي بدهم يكملوا سكره. شو بتامر زعيم نعمل بابو غالب؟ بتروح تشحط لي يا شعب. أهلي عبدو، افتح لي باب أوضة هالحطة، طلع لي هالواطي أبو غالي. إيه على راسي على راسي عقيد. بتعرف لك أبو ضاي شو أكره شي علي؟ إيه أول خبز بالملح. إيه
بكرهه للخوان حتى لو كان اخي ابن امي وابي. هنا ما تقصد بكلامك ابو النار؟ عم بقصد ابو غالب. صحيح هالزلمه كتير غلبي، بس بحياته ما خان الخبز والملح اللي بيناتنا. اصيل. بتعرف مين اكثر واحد بيكرهه بحاره الضباب؟ مين؟ ابو عصام. بيتمنى العمى ولا بيتمنى يشوفه. اوف، ليش بقى؟ هذا بزمانه كان متزوج وحده، مسكينه ما رضيت، راح جاب لها دواء من عند ابو عصام. هو اعطاها الدواء من هون وهي تيسرت من هون، ولحق ابنها بعد منها، مات الله يرحمه. بس كلياتنا بنعرف ان ابو عصام احسن حكيم بالشام كلها، والناس بتجي بتداوى عنده من اخر الدنيا، شو هالحكي ها؟ اخي هو حاطط بعقله انه ابو عصام ورا موتة مرته وابنه. شو يا ابو غالي؟ مور سيدي مور، انا خدامك. حابب ترجع على بيتك ولا لا؟ بوس بطيتك يا سيدي، بدي ارجع على بيتي. رح خليك ترجع بس بشرط واحد بس. إذا خالفته لهذا الشرط، أبو شهاب رح يجيبك لو اختفيت بسابع أرض. وقتها تعتبر نفسك إنك اختفيت من على وش الدنيا. قول على روحك يا رحمن يا رحيم. شروط سيدي شروط، أنا من إيدك هيدا إيدك هي. تطلع من الحارة على حارتك ولا بتقول وين كنت ولا شو شفت. أمرك زعيم أمرك. أنا ما رح أفتح تمي ولا بكلمة، لحقيته لتمي لحقيته. والحارة بتنساها وبتقيمها من راسك، وما بتدردر لناحها أبدا. بس يا زعيم أنا عم تسبب بالحارة هون. أنت قطعت رزقتك بإيدك، سمعت ولا لا؟ أمرك أمرك مثل ما بدكم بيصير. أبو شهاب بتقلعوا برات الحارة، إذا سمعت عن لسانه شي تعرف شو بدك تساوي معه. بعرف زعيم بعرف، وهو كمان صار بيعرف. أب ماجد مشوا لهالواطي من ربط والحشو برات الحارة على السرير. أنا هون. بكتر خيركم بكتر خيركم، الله يديمكم فوق راسنا. والله خايف يا زعيم هالأبو غالي بيفلت له كلمة هيك ولا هيك عن اجتماع الزعامات اللي شافوا ويفضحنا. اطمن، ما رح يفتح تمه بكلمة، والاجتماع اللي صار ما حدا بيعرف شو جرى فيه. سوس لحماماتي بلاها بقى حاجتها تركها. لك أبني أنت بتعرف شو يعني الواحد ينقل عنه حماماتي؟ يعني كذاب، يعني ما في بني آدم بكل الدنيا رح يصدقك بكلمة لو قد من حلفت. بكرة ابنك بس يكبر بده يحمل قيمتك لك ابني بين الناس، بدك العالم تقول عنه هذا هو ابن الحماماتي؟ يا ربي ما تصدق معتز، جوزي ما عم يضربني، هذا ابن عمي سيدي وتاج راسي. لا عم يضربك وعم يضرب الاولاد كمان، ومن يومين بعدت الحلاقه مشان يجيب لهم اكل. أحسن شي لإلهم بيعه وارتاح منهم. ورجيني شو؟ مسيكة بي وي هدول
بتسلم ياهن لصهرك باليد ومن تمساكيت اخ. ان شاء الله ما يبيعون هالمره كمان. سد ولا تعطي على صهرك، اتكل على الله. يلا روح. امرك يا ابي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اهلين اهلين ابو سمير. اهلين اهلين بجاري. فاضي؟ امرني. بدنا نروح نطهر هالصبي معي عيونه. لا لك ابو سمير، ليش هلا ما طهرته؟ شو بيعرفني؟ قال حريم خايفين عليه، اجلوها شوي لحتى ما يتوجع. روح اسمع كلام الحريم اخي. ايه ما بصير لك اخي، ما بصير يا ابو سمير. ولد اول ما بيخلق لازم يطهره، ما بصير تستنى عليه بتوجع. شايف حكيم؟ هذا اللي بيسمع كلام الحريم. يلا سيدي لا جاي تعالي. ها وليش عم تسالنا عن ابو غالب؟ لانه اخر مره كان بالحاره هون، وبعد منه ما عاد حدا شافه. وشو كان عم يعمل اخر مره عنا بالحاره؟ كان معنا بالتعزاي، تعزاي عمتي مرضوان، وتأخر بطلته من عنا. احكي له يا ابو شاب، احكي له لما شفته لابو غالب كيف كانت حالته. ايه ليلتها كان مدودخ دودخة، سكران لمطفي، وحيط عم يشلفه وحيط عم يسلقيه. شو الحكي؟ يا ابو غالب ما بيشرب ابنه ولا بيدوقه ولا بطير ريحته. ها؟ قلت لي لا بيشربه ولا بيدوقه ولا بيطير ريحته؟ سألني لي زعيم، ايه بعرفه مثل ما بعرف حالي. وانت يا ترى كمان مثل حكايته ما بتدوقه ولا بتعرف شو ريحته؟ انا يعني هيك بتسلالي بدح دحين، هيك بتسلاي مع رجال. اها قلت لي رجال. بيت المرحومه شو ناوي تعمل فيه؟ لانه ابو شهاب ناوي ياخده ويخزن فيه قمح وشعير. هو البيت ما بينعز عن ابو شهاب. حاكم ابو شهاب اخي وحبيبي، حتى وعصام طلب مني اشتريه، بس بهالفترة مالي ناوي بيعه، مالي بهالوارد بنوب. وبتعرف يعني البيت بريحة المرحومة الله يرحم ترابها. ما قلت لي شو بدك تساوي فيه؟ بدي اتركه سيدي، هيك فاضي. يلا بدكم مني شيء؟ سلامتك الله معك. ايه ارد عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شبك ابو شهاب ما تعود؟ يا خوف قلبي، بكره تجر رجله على الحاره ويقضي لي اياها سكر وعربده بهالبيت. لك شو يعني اذا ورث بيت من عمته عنا بالحاره؟ نسكت له ويعمل فيه شو ما بده؟ لا وشو صاير عم يسهر معه ويلازمه ورجله على رجله للإدعشري. اي مو اوطى منه لهاد الا الإدعشري. طول عمره بياكل من الصحن وبيتف فيه ملحه على ديله. شوف كيف ترك حارته، راح حط ايده بايد واحد من برات الحاره. لا وشو عم يشلي على اهل حارته. إيه مالك علي يمين إنه ما عم يروح من بالي؟ وإذا قصة فتح الدكاكين اللي صارت ما كان وراها هالواطي أبو النار والإدعشري لحرم أمشي بين الرجال. روّق أبو شهاب، روّق. صدقني ما رح يضل شي مخبى، وإذا الله راد رح نعرف كل شي. لطفية تعي شوفي مين على الباب. مين؟ أنا أم زكي. افتحي. أهلين خالة أم زكي، تفضلي. يا الأمة وبهالعين، شلونك لطفية؟ الحمد لله خالة. أهلين أم زكي. شو بلاقيك رجعتي؟ مو على أساس زعلانة ومطموزة؟ شو يبعت لك ده السلي سلي؟ لك أنت ما بتستحي على دمي؟ قاطعوكي نص نسوان الحارة وما همي؟ والله اللي بده يقاطعني مشان سعاد الله معه، الباب بمر جمال. لكن ما بدك تقليلي تفضلي عدي كمان؟ لا أيوه تفضلي أم زكي. إيه ما تبلى وما تخل عقدي. ولك أنا إذا بزعل من كل العالم منك ما بزعل. إيه بس ما تحلفي إنه أكسر الصفرة معك. ها وكسر الهاء وعقد اليمين إلا تكسر الصفرة معنا يا ملطفية. والله والله مالك علي يمين تحلفيني؟ إني فرحت لأم حاتم من جوات قلبي. الله يطعمها صبي بجاه الحبيب محمد أختي بعد سبع بنات. لا وإجت حبلتها بوقتها، خاص نص بعد ما رجعت أم ديبو لأبو ديبو، وأخذوا معهم ديبو يلي كان مالي عليهم حياتهم ومعتبرينه مثل ابنهم وأكتر. دخلك سعاد خانم، شو عاد صار بينك وبين فريال؟ يو العين تطرقها، شو بده يصير بيناتنا يعني؟
لا تحلم يلف لساني على لسانها طول حياتها. وينك يا ام بوران؟ بردت قهوتي؟ يا مو كنت عم بسلق بطاطا لسليم حاكم، العفو معدته ماشي ما بعرف ليش. لكن الحقيب شاي تقيل، ولا شو رايك ام عصام؟ صدقيني يا فريال اني زعلت كثير لما تخانقتي انت وسعاد بعد ما صالحتوا سوا، لاني بحبكم انتوا التنتين. ايه تحبك عقربه ان شاء الله انت وياها. ايه ان شاء الله العقربه بتقرصك، لا يكون قلبك اسود ولا لك. مشان الله مشان النبي لا تجيبي لي سيرتها للموصه، لك بس تنجاب سيرتها بينسم بدني انا. عجبتك عمايل امك؟ لك بدي افهم ليش بتكرهوا بعض كل هالقد؟ تقولي ضراير مو هيك؟ لانها من طول عمرها شايفه حالها ورافعه مناخيرها لفوق، تقولي بنت شي باشا؟ مع اني انا بنت اخوه للزعيم، وابي الله يرحمه ويحسن اليه كل الشاب بتعرفه. بس انا مالي شايفه شي بيستاهل تتزولوا من بعض مشانه، لانه انتو التنتين بنات اصل. لا ام زكي لا، هي شافت حالها لانه تجوزت قبلي وطققت قلوب كل بنات الحاره، ولما اجى نصيبي وتجوزت ناصف عمره قبل اوانه. الله يرحمك يا ابو توفيق، كانت عليه هيبه كل رجال الحاره يحسدوا عليها. مالنا بالطويله، وساعتها شمتت فيه لانه انكسر ظهري وترملت. لك حرام تظلميها للمخلوقه، حدا بيشمت بالموت؟ لك ايه في حدا بيشمت بالموت، اللي بعرفه انا انت ما بتعرفي يا ام زكي. ومشان الله مشان الله يا ام زكي سيرتها واسمها لا تجيبي لي ببيتي منه بقطع بد. السلام عليكم. ها سلام. وهي ابو غالي وين كنت غايب؟ كنت زاير عند واحد صاحبي. عود 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 قرب عود يا فين. يا ابو غالي اهلين سهلين اهلين. شوف ابو غريب، هاي الكذبه تبعك ما بتمر علي بنوب، انك كنت زاير عند واحد صاحبك. شنو انا بعرفك منيح، ما اروع اعترف وين كنت غايب. سيدي قلت لك. وهيك بتغيب بدون ما تخبر حدا؟ اتركوا عقيد اتركوا، جوز طرقها جوازي وما بده يحكي. بعدين تعال هون لشوف، يوم اللي كنت سهران معنا وطلعت متاخر شربت معنا شيء؟ سيدي قلت لك انا لا بشرب ولا بحطه بتمي. لكن ليش عم يقول ابو شهاب انه لقتك سكران؟ احكي لشوف. يصطفل هو حر يحكي اللي بده اياه. وسيف يشمط رقبتك شمط، يخرب بيتك شو صاير تيس. لكن بتعرف انه هالقبضه ضايله قدامي هون؟ لكن خليتك ترقص من عنك مو على كيفك. يا مو ليش عم تبكي؟ يا مو قرب يوم الخميس. يا مو انت لازم تفرحي ما تبكي، خلص صرتي عروس والله بعت نصيبك. يا مو انا خايفة خايفة كتير، عم شوف هذا ابو درع مثل شي وحش كبير فاتح تمه وبده ياكلني، واسنانه كبار ولونه احمر. معلش يا مو معلش، لما بتشوفي هيك منام تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. والوحدة منا يا مو أولتها وآخرتها لبيت جوزها، بقى الحمد لله على كل شيء. وأهم شيء يا مو تسمعي كلامه وكلام أمه، وما تقولي له لا بحياتك شو ما حكى معك، قولي له أمرك سيدي وبوسي إيده وإيد حماتك وطلبي منهن الرضا يا مو. شو فهمتك؟ يا مو بكرة ما حد زوريني ولا أنا بقدر زورك؟ والله بطق إذا ما شفتك كل يوم. أنا رح زورك إذا أبوكي سمح لي، وأهم شي ما بتطلعي من بيتك إذا ما أخدتي شور حماتك وجوزك، وإذا قال لك لا يعني لا، لا تاخدي وتعطي معه بالكلام. حاكم الرجال يا مو ما بيحب الحرمة ترد بوشه. بسم الله الرحمن الرحيم. أين الشهود؟ أنا مولانا. وأنا شيخي. الله يوفقك. حط إيدك بإيده. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتك. زوجتك. ابنتي. ابنتي. شفيها.
شفيقة بنت الإذاعة شريف على مهل المعجل خمس ليرات سورية مقبوضة والمؤجل ليرتان ذهب غير مقبوضة وذلك على كتاب الله وسنة نبيه وحضور الشهود والله خير الشاهد. خاطب أخي قل له وأنا قبلت منك زواج ابنتك إن شاء الله. ألف مبروك يا ماما. شو بدي أقول لك، ضبيتي بقشتك؟ لا تخافي تقبريني، أنا رح ألبس ملايتي مشان روح معك. مسكي يا ماما. مبارك ان شاء الله. يبارك فيك شيخنا. مبروك ابو دراع. الله يبارك مبروك فيك. مبروك شريف. الله يبارك فيك. شرفوا يا بي شرفوا تحلوا مبدا مستحى. شرفوا. شرف شيخي. العمر طويل. مبروك ابو دراع. دير بالك على شفيقه. ها الله يبارك فيك عمي. شفيقه بعيوني. يلا تيسروا. ايدك يا بي. تفضلي مرت عمي. تفضلي بنت عمي. وينك؟ نامي عندهم ليلة وبس. ها بكره قبل الضوء بلاقيك مزروعة قدامي هون. امرك ابن عمي. خاطرك عمي. هوني. دوري الدرع شباب، انا رايح اخبر الرجال بسرعة. رايح اخبر الزعيم هون. سلاح عنا بالحارة ما في، وإذا بدكن تفتشوها ما رح تلاقوا شي، وإذا أصريتوا على تفتيشها غرف الحريم بالبيوت ما بتدخلوها نهائيا. نصيحة مني مشان تطلعوا من الحارة سالمين. شو هاد يا معلمي شو هاد؟ والله ماني مصدق اللي صار، يعني لولا الزعيم الله يطول بعمره كانوا العناصر فتشوا الحاره بيت بيت ما في كلام. إيه قسما برب العباد حسيته لهذا رئيسهم ارنب بارضه لما الزعيم حكى هالكلمتين. لكن يا عبد لكن، لك هذا ابو صالح سيد رجال الحاره وكبير زعامات الشام، مشان تبقى تحكي لاولادها. احكي لاولادي؟ يا معلمي مينو هذا اللي بده يصاهر واحد اندبوري مثل حكايتي ما في بجيبته البترن؟ حابب تتجوز يا درسان ما هي؟ يعني معلمي انت بتعرف الحيلة والفتيلة، يعني الحالة. خلاص عبدو خلاص، تريك هالموضوع علي، جوازتك علي كلها بإذن الله. لك الله يديمك يا معلمي، لك خلينا لا يا عبدو لا، انت بعدك بنت ولادي. الله يرضالي عليك، روح شوف شغلك، وإن شاء الله ما بصير إلا خير، روح روح. أمرك أمرك معلمي. حليف على المصحف الشريف انك ما نزلت على بيت ابو ابراهيم ولا سرقت الذهبات. حليف حليف حليف. لك شو قصة الكوبسي؟ لك ما عاد عرفنا شو هالحكيات. انت بالله على الشغلة احسن شي فوت نام جوا. يا ابو احمد. اهلين حبيبي. نعم امور. قايم لك عطلين باذنجان حمصي كل وحده اكبر من الجوزه بشوي. ما بدي اخي ما بدي. مشان المكدوس. ما بدي. ليش ما بدك اخي؟ نعم. رح املك 10 طرطان، انت ما صار معك مصاري تعطيني اياهم. اخي ما بدي. شو بدك تبيعني بالزور؟ ما بدي بالمره، لا بدي مكدوس ولا بدي باذنجان. شو هالصراحه؟ ابو رعد ابو رعد، قايم لك 10 طرطان باذنجان للمكدوس، تاخذهم.
دخيلكم عبد الرحيم بجر. دخلك يا ابني اذا عندك شي دواء. قولي. طيب عمي شو حاسس غير الوجع؟ حاسس انه قلبي عم يطرق طرق، بطني راح ينتفخ، عم ينتفخ. ايه امرك عمي. طيب راح اعطيك شوية عشرة بتغليهم بتشربهم فاترين، ان شاء الله بترجع عليهم. الله يسلمك. بدي اياك. السلام عليكم أبي. وعليكم السلام. اهلين يا عمي. شلونك عمي؟ خير ان شاء الله عمي خير. قل له عمي قل له. عم يجعني هون هيك بطني راح ينفجر حاسه. لا سلامتك شو اعطيته عمي؟ شوية عشرة. ايه عشرة أبي. اشربوا فاترين عمي. أبي اعطيك كمان شربة زيت خروار. خروار؟ ايه أبي ايه ايه. والله راحت عن بالي. قولي. تفضل عمي. سلم الديات. الله مع مرني عمي. فرنجين عمي. ما معنا غير فرنج معلش يا عمي. خذوا أبي معوضين أبي. إيه ولي. سلم الديات. معوضين. يلا السلام عليكم. مع السلامة إن شاء الله. معافى إن شاء الله. الله يعافيك. وقفت عمي مالس كله لجوزيك لا عمي شوي شوي قول عمي قول الله يرضى عليك قول عيار الشرعان او عيد من سيف سيف حطي له جوزيك حطي له الحمد لله رب العالمين الله يحرم حدا النعمة يا رب انا طالع 16 ساعة زمان سعاد الله يرضى عليكي بس يقدر المغرب فيني دغري يا تأمر ابن عمي لك سعاد نعم تاج راسي انت عم تزوريها لأم توفيق بنت اخو الزعيم لا ليش عم تسأل ليك قصدي سمعان شي شي مثل شو حكي نسوان بتعرف انت ايوه هلا اي بنت شو كان اسمها لطفية اي لطفية لطفية هي قديش عمرها هلا لطفية يمكن قد جميلة خير 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 إن شاء الله خير ليش عم يسأل عن فريال وبنتها قولي بس ما يكون عم يفكر باللي براسي بتكون مصيبة وحلت فوق راسك يا سعاد يا لطيف معقول يفتشوا الحارة حتى لو فتشوا يا شيخي هنن بيعرفوا حق المعرفين إنه الحارة ما فيها سلاح واللي معه سلاح يا سلموا بالسبعة وعشرين يا ودنوا لرجال الغوطة أو الجبل لكن ليش هالرسالة تبعهم؟ ما بدون حدا يرفع راسه قدامه اللي سمعته أكبر من هيك بكتير خايفين حدا من الحارة يفوت سلاح للحارة ويخبيه وعند اللزوم يطالعه معناته وصلتهم إخبارية الله وكيلك الإخباريات كلها منهم على علمك عقيد السلاح منين عم ينجاب؟ مو من هون؟ دود الخل منه فيه يروحوا ينصفوا حالهم بالأول سلام عجال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بعصام يا مرحبا أهلا بالعقيد يا بعصام كيفك شيخي شو أمرت عند مني عندك لا بعدين أبو عصام عقيد خير إن شاء الله هلي لا ما في شيء أبو عصام كان كمشي الوتاب وجيت لعندك حتى تفك لي إياه معقولي الله سبحانه وتعالى يرزقني بصبي بعد هالعمر ايه ليش لا اليوم ام حاتم كانت عم تتوحم على بقلاوة واسوارة الست وعشر بالبول وبيقولوا اذا الحرمة توحمت على حلو بتكون حبلة بصبي يا سلام لو يجيك حاتم يا ابو حاتم ويكون هيك يعني مثل ديبو حاجة تحلم يا ابو حاتم كل مرة كانت تحبل فيها أم حاتم كنت تحكي نفس الكلام وتتأمل بالصبي وبالآخر تجيك بنت بتصير الناس تطلع فيك وتقول يا حرام هذا اللي بيواسيك وهذا اللي بيشمت فيك وهذا اللي بيقول عنك أبو البنات يلا شو بدي ضل أنا عامل الهم وماشي كل اللي بيبعته رب العالمين نعمة ايه نعمة الحمد لله على كل شيء الحمد لله سلام هات الأرجيلة لهون بشيرة بن شهيرة ايه ليش لا ايه لا حبيبتي لا تفكري بهالموضوع بنوم لأنه على هو ما سمعت انه مقرية فاتحته على بنت خالته شو هالحكي
مثل ما عم قل لك، ما بدنا نروح ونطلع بالخزوه مثل كل مره. بعدين قولي لي انت ليش مستعجله على جوازه هالبنت؟ ما بعرف، طولي بالك، قلت لك رح الاقي لها عريس قد المقام. مو بايدي يا ام زكي، مو بايدي. ابو خاطر ناوي يجوز البنت وحاطط براسه واحد ما على القيمه. لا يو، ليش لحتى ترموا البنت هالرمية اذا العريس مو قد المقام؟ بعدين زهرة اسم الله حولها وحواليها، لكن النبي يحرسها، في احلى منها بنت بالحارة؟ يبعتلك الهنا يا زهرة. وين كنتي سار حولي؟ بالله شو؟ صرت كبيرة، ما عاد بدك مني جدلك ياهم. أنا رايحة أعمل القهوة لأمي ولأم زكي، بدي شوف شو آخرتها هالشي والروحة كل يوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة طالع هون، لك بدي طالع هون. هلأ الناس ملتهية بالصلاة. أخي استحيك، بدها تطلع الريحة يعني بدها تطلع. طول بالك شوية عشري، طول بالك. خلاص أنا بس طالع الذهبات، رح أرجع على الحارة واشتري أحسن بيت فيه والبس الحرير وحط طربوش منفوخ نفخ. بس كمان الناس رح تسأل منين جاب ال 11 المصاري، ورح ترجع تنفتح قصة أبو إبراهيم. إلا سيدي أنا ما دخلني، يقولوا شو ما بدهم. أخي لقيت الإية عدالهم عايشين. والله حياته ما سألني أبو عصام عن فريال وبنتها. أكيد أكيد عم يفكر ياخد لطفية لعصام. وليه إذا كان هالشي صحيح؟ والله بتجيني النقطة وبموت بأرضي. لازم لاقي طريقة أردف فيها لطفية من وشي. لازم تنقرف تحتها على حدا. أخ لو أعرف شو في براسك يا أبو عصام. أخ
بالي غير امزكي. قوم هلا احكي مع الزعيم ولا على مهل شويه. والله انا خايف البنت لتطير بين ايدينا. ولا ابعت الحريم يطلبوها اول. لا 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 لا. الحكي مع الزعيم بالاول احسن. هيك فيها قدر وقيمه له. بعدين هو بيعرف شو صاير بيني وبين ابوها رحمه الله عليه. يلا لك هلا قوم احكي معه فرد مره واخلص من كل القصه. يلا. السلام عليكم ابو عصام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امور اخي. بدي اياك تروح معي هلا اطهر لي ابني، وفي عندي تالوله ناوي قيمه. حضرتك منين مره زغراء؟ منين يعني؟ من هون مش شام. لا بقصد عمي يعني حضرتك وين ساكن؟ يا ميت اهلين وسهلين. بقامتك سعاد خانم، ان شاء الله بيسلم وديات يا حق. صحتين وهنا. خير، ليش بعتي وراي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. فيكي مين يكتم السر؟ لا يا سعاد خانم، سرك كبير غميق ما له قرار. بدي تدبري لي عريس لبنت فريال. هي بنت فريال؟ شو هالحكي يا سعاد خانم؟ والله ما عم بفهم عليكي. طيب قولي لي ليش؟ انت اعملي مثل ما عم قلك وقلك مني اللي بدك اياه. المهم تنقرا فاتحة لطفية اليوم قبل بكره، ويشهد ربي عليه اذا تم هذا الموضوع. الك مني 25 ليره، ليره تنطح ليره. انت ليش بدك لطفية تنخطب وتنقرا فاتحتها وانت متخانه انت وامها وما بتطيقيها؟ انت ساوي اللي عم قلك عليه ومن تمساكي، والله يطعمك حدا يضرب اللي صار بيناتنا. خلاص اعتبري انه لطفية انخطبت اليوم قبل بكره. وليش متاكده كل هالقد؟ يو ليش مين ما بيريد يناسب زعيم الحارة؟ شو نسيتي انه يلي بده يطلب لطفية بده يحط ايده بايد كبير الحارة؟ دخيلك. المهم تنقلع عن خلقتي هي وامها، وما بدي كل هالنسب. انا هيك ومالي خالصة منها ومن شوفة حالة. بدها تاخد ابني كمان مشان تطاقني. دير بالك على الدكانة يا ولد راجع. حاضر عمي. يا سلم لي على الحجي. الله يسلمك عمي. الله معك، مع السلامة. كنت جاي لعندك مشان اخذ شوية فول على البيت. والله نفقت يا ابو مرزوق. لا 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 لا. طيب ليش ما قلت لي؟ كنت حضرت لك اياهم وقلت لك اياهم على جنب. بصير سيدي، خيرها بغيرها. ايه يا ابو مرزوق. نعم. اليوم بعد العشاء معزوم لعندي على البيت، عامل مولد وحضره مشان صغير. الله يخلي اللي عندك يا رب. لك نحن اللي بنتشرف. حبيب قلبي. شو ابو عصام ماني شايفه وينه؟ بيكون راح على شي طهور برات الحارة. ماشي حال سيدي، هلا بخبر ابنه وبعزمه. بالاذن سيدي. الله معك، مع السلامة. يا ريال احمر يا ريال. شو سيدنا مالكم رايحين على المولد بيت ابو سمير؟ ما بصير منروح شيخي. هذا الرجال مكلف حاله وعازم كل اهل الحارة كبير وصغير. ايه والله زلمة ماله بقصر ابنه. وشا؟ امور زعيم. بدي اياك كل ما صارت لازمة أو جمعي رجال بالحارة. ما تفضل حارة من العيون، بدي عيون هون وهون وهون وهون. لأنه لمعلوماتك هذا الحارس الجديد أبو ماجد ما رح يقدر يحرس الحارة بيت بيت وزقاء زقاء. مشان هيك بدي تكلف كم شاب يتجولوا بالحارة لبين ما تنتهي السهرة. ما بدي يصير مثل ما صار يوم سهرة أبو ديبو. لعيونك زعيم. أنا هلا رح أوكل عبده ومعتز بهذا الموضوع، ليك لك فكرة. شيت انه ما وعدني ومعلمي وعدني انه يجوزني وقال انه رح يتكفل بكل شيء. ما في كلام. خلصت بقى. انت لا تاكل هم ايش كان خالي ابو قاسم وعدك انه يتكفل بجوازتك. ما اعتز نسيت انت انه انا ما عندي بيت. ما في بيت. هلا خالي ما قال لك انه هو رح يتكفل بجوازتك؟ قال لك ولا ما قال لك؟ قال لي. ايه معناتها ليش عم تفكر بالموضوع؟ اخي ما بعرف، بركة نسي. لا سيدي ما رح ينسى. امشي هلا مع مني لعند ابو ماجد نتسلى عنده شوي ونطمن عليه. روح شرف. طلع البدر علي من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا إلا هدى. السلام عليكم.
سلام اهلين شباب، جيتوا بوقتكم، خمس دقايق باختمر الابريقه. الله يعزك يا عم ماجد. لك شلونك عمي عبدو؟ اهلين اهلين عمي عبد ماجد، الحمد لله من الله بخير. يا ميت اهلين وسهلا، عدوا شباب عدوا. عود عود عبد يا ام كانه سمعانينك يعني عم تنشد. لك قال لك ابني، انا لما كنت شاب صغير مثل حكايتكم ياما حفظت اناشيد وذكر. شيء قد عدد شعر راسي يعني، حزروا مين حفظني اياهم؟ مين؟ جدي الله يرحمه، جدي كان يخدم بجامع الاموي وضلوا يخدم هنيك لحتى الله اخذ امانته. كان يحكي لي على ليله نص شعبان وليالي رمضان وليله مولد النبي الشريف. كان ياخذني معه على طول وبليله من الليالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ انسى الايام الصعبه وبالمحبه اللي مش راحنا والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا ورد وبحر ونارنجي احلى الاسامي زينه الحاره فرجي الياسمين الشامي الندل بيزرع فيني يحصد شر النداري والعز بيرجع للي